أولا الطريقة الخضرية أنا أظهرها ولست مؤسسا لها، لأن في النهاية هي مأسسة إلهية. الخضر كان وما يزال يعلم، علمني وعلم من كان قبلي وعلم من يأتي بعدي. والمحمدية هي جوهر الخلق، الله خلق الخلق كله ليكون محمديا إلا من كرهه، جعله رحمة للعالمين. والمهدوية أيضا سر إلهي، لأن الله سبحانه وتعالى من بداية خلقه كتب أن يوجد آدم في آخر القصة وتكون له سلالة، ثم يظهر الحبيب المصطفى، ثم يكون المهدي هو الخاتم لهذه المرحلة، ثم السيد المسيح. هذا أولا. فأنا ربما أظهرها، إن كان معنى التأسيس أني أؤسس لها بمنهج جديد، أظهرها بطريقة جديدة، فنعم. عندما أقرأ قراءة كتاب أحمد الله المجبندري، وهو حفيد الشيخ عبد القادر الجيلاني في منذ تقريبا 3 قرون في بنغلاديش، تجد مكتوب وكان على الطريقة الخضرية. عندما نقرأ عن سيدنا الخواص سيد الطريقة الخضرية، سيد عبد العزيز الدباغ على الطريقة الخضرية، سيد أحمد البدوي كذلك، سيد عبد السلام المشيش لم يكن له شيخ، حتى لقاءه بسيد أبو مدين كان مرات نادرة، لكن قال: وجدت رجلا في مغارة علمني، ثم بعد ذلك التقيته في الحشر. عموما حتى لا نطيل، من الأساسيات التي بنينا عليها مشروع المنارة هو الحوار مع الآخر. عندما نقرأ القرآن الكريم سنجد حوارا بين ملائكة النار وبين الذين هم فيها. سألهم خزنتها: ألم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى. يحاورونهم بهدوء شديد جدا، ولم تكن آياتنا تتلى عليكم، إلى غير ذلك من الأمور. وتجد حتى الحوار بين المستضعفين والذين استكبروا في النار، تجد حوار بين أهل الجنة وأهل النار، هذا في مقام الخلود في النعيم والآخر في مقام الخلود في الجحيم، رغم الاختلاف الكلي التام الكامل، لكن يتحاوروا. يقول لهم: أفيضوا علينا ما أعطاكم ربكم، نريد أن نلتمس منكم نورا، أعطونا من نوركم، أعطونا من غذاء وثمار تلك الجنة. وأهل الجنة يقول لهم: هي محرمة عليه. معلوم أن أهل النار وأهل الجنة كانوا في الدنيا أعداء بشكل كلي. عندما أزور هندوسيا، مثل زيارتي لبوجيا سوامي أو سوامي ميتراناندا، هذان معلمان كبيران في اليوغا مؤثران جدا، أحاوره حوار الإنسان للإنسان وأجد نقاط التقاء. حاورت بوجيا سوامي عن الخلق والخالق، وحدثني عن خالق، رغم أن الدين الهندوسية تقوم على آلهة، حدثني عن إله واحد، وهو مسجل باللغة الإنجليزية معروف إذا أردتم الرجوع إليه. أيضا سوامي ميتراناندا تكلمنا عن الحب والإنسانية فجرا، بعد أن صليت الفجر مع الشيخ سلمان جشتي شيخ الجشتية في الهند، وهو كان يمارس التأمل على مشاري في بلافا ديناستي حيث خرج المعلم الكبير بوذي دارما، شارف مسافة قريبة كيلومترات قليلة في مدينة شناي بالهند، والآخر كان في شكريديش على ضفاف نهر الجانجا قرب الهيمالايا، ومن خلفنا كانت الصين. والغريب أن المعلم بوذي دارما عبر من مملكة بلافا من شناي إلى تلك المدينة، إلى ذلك النهر، إلى تلك الجبال، ليعبر إلى الصين ليعلم علوم الطب والإبر الصينية، ويعلم فنون الدفاع، ويزور معبد شاولين، ويؤسس فن تشولين جوكيمبو وفنون شاولين. وهذا تأسيس جديد سبقه قبله من كان قبله، وهو من رسل الله، من رجال الله الصالحين، وكان موحدا وكان مؤمنا وكان صاحب يقين، ثم نسى الناس ذلك. عندما أحاور المختلف عنه، حتى في مناظراتي في التلفزيون مع من كانوا يناصبون للعداء، كنت دائما أمثل منهج الأخلاق الرفيعة والإجابة الهادئة والابتسامة دون حدة دون غضب، حتى نتجاوز أحدهم علي أكون قوي الحجة، لا أرفع صوتي إنما أرفع حجتي. قال مولانا جلال الدين الرومي: اخفض صوتك وارفع حجتك،
إن ماء المطر ما ينبت الأرض لا صوت الرعد، من أروع ما قرأت. وندعوكم دائما للحوار، تحاورت في مجلس شورى العلماء بالعراق مع شيخ الصابي المندائية ستار جبار حلو، التقيته أكثر من مرة، اسمه أنا أقول له اسمك نوع من التسبيح، ستار جبار حلو، في صورتي تجدونها مع الشيخ يوسف الناصري ولباسه أبيض ولحيته بيضاء. الصابئة المندائية يقول أنهم يرجعون إلى سيدنا إبراهيم. أيضا تحاورت مع شيخ الآشوريين والإيزيديين والأقباط، مع أحد الأقباط أيضا تجمعني صداقة كبيرة جدا مع الأب حنا اسكندر، يرسل لي التهنئة، يرسل لي دائما التهنئة بالعيد بالمناسبة الدينية. والأب حنا اسكندر مسيحي، هو عميد كلية اللاهوت حاليا في لبنان، وإن شاء الله سأعقد لكم لقاء ربما يكون يوم الأحد مع الأب حنا اسكندر، وسوف ترون عجبا التواضع والسماحة والمحبة، وهو ينتظر الأمور التي ننتظرها. وتتلمذ قرأ للأب شربل، الأب شربل يقول بعد 2023 سيظهر مخلص للعالم وسيصبح المسيحيون والمسلمون واحدا، وأنا عندي كتابه. وحنا اسكندر، الأب حنا اسكندر كتب كتاب عن سيدنا محمد، وكتب كتاب عن السيدة مريم في القرآن، ويستشهد بالقرآن الكريم. أنطوان بارا المفكر المسيحي، كنا معا في المشاية من البصرة نحو الإمام الحسين نحو كربلاء، وكتب كتاب الإمام الحسين في الفكر المسيحي. هذا الحوار مهم جدا. كان دكتورة ليفينشتاين، وهي دكتورة كبيرة عالمة اجتماع عملاقة من الولايات المتحدة الأمريكية، وهي يهودية الديانة، والتقينا في كربلاء، وكانت بيننا حوارات معمقة جدا، وبقينا على تواصل. وهي عالمة كبيرة ودرست التشيع ودرست الديانات في إفريقيا، ويهوديتها لم تمنع من وجود صداقة، من وجود حوار عميق. كذلك المعلمون اليابانيون الذين صدقتهم في فنون الدفاع، وكنا نتكلم عن الرياضات الدفاعية وعن مياموتو موساشي وتاكيدا، وهذا عجن طينتي وشكل عقلا قادر على المحاورة مع الجميع والمصادقة مع الجميع. بل الأعجب من ذلك أن لدي تلاميذ هندوس وسيخ، وحضرت مع السيخ في مدينة نانكانا في لاهور مع وزير الداخلية ووزير الشؤون الدينية الباكستانيين، وساهمت في حل نزاع تم بعد ذلك بين المسلمين والسيخ، وغير ذلك من المسائل التي أخفيها الحقيقة لو أريد أن أتكلم عنها، ولكن نحاور جيدا بنور محمدي بسر إلهي لا يضرني إن كان الآخر مختلفا. لدي محاورات أذكر جيدا في لبنان، حاورت واحد من كبار الملاحدة، الرجل مطلع جدا على الكتب ويعرف جيدا كيف يتكلم، وكان مبتسما، كان طيبا، ولكن أنا أسميه الإلحاد النفسي. هو ليس ملحد على وجه الحقيقة، إنما ربما صدم من مشهد ذبح داعشي فظن أن ذلك هو الدين. المهم تناقشنا في البيولوجيا، كان خبيرا بها، تناقشنا في الكونيات، وكان أيضا له خبرة كبيرة. وأذهل الرجل، أنا واثق أنه في عمقه تخلص من الإلحاد كليا، وبان له أن الأمر كذبة، ولكنه عاندني فقط، وأنا قبلت أن يعاند حتى أحافظ له على بعض الكرامة، فتركته كما يريد، تركته مع ربه. أيضا كان لي حوار طريف مع فتاة ملحدة من اليابان، والتقينا في دولة أخرى، وبمجرد أن قالت أنها ملحدة قلت لها أنا أيضا ملحد، وأخذنا نتناقش في موضوع الإلحاد. وبعدها حضرت معنا في حفل القوالي، واكتشفت أني شيخ من شيوخ المسلمين، وأن لي حظوة عالمية، وأنها في بيت أكبر شيخ في تلك البلاد. وهذه الفتاة التي تعمل في الأمم المتحدة والتي تنتمي لأسرة ثرية جدا، عائلة تادغوشي معروفة في اليابان، وأنا طبعا متخصص جدا في التاريخ الياباني والحضارة اليابانية والثقافة اليابانية بعمق،
كبير، ولي حوارات مع صحيفة هوكايدو، ولقاءات مع مستشاري عدد من السفراء اليابانيين، خاصة مستشار السفير الياباني في تونس وفي فرنسا وفي بريطانيا. أتوا من أجلي خصيصا لما أذهلتهم به من معطيات دقيقة عن الشخصية اليابانية وعن أسباب الانتحار في اليابان وغير ذلك. المهم أن نتيجة التجربة عندما ألبسوها لباس تلك البلاد واهتمت بها زوجة هذا الشيخ، وكانت رسالتي بكل بساطة هي تجربة، لأن الدعاة يقولون أصعب بلاد فيها الدعوة إلى الله صعبة، أصعب مكان هي اليابان، أصعب مكان واجهوا ويواجهون إلى الآن صعوبة كبيرة جدا، وكأنه آلي لا تجد إليه طريق، وهذا له أسباب تاريخية عديدة لا أريد ذكرها الآن. المهم أن هذه الفتاة في النهاية في نفس الليلة أدركت وقالت: إن الله حق، أنا أؤمن بوجود الخلق. وتركناها لربها، يعني أنا ساعتها سافرت بسرعة إلى دولة أخرى وتركناها لربها. فقط كانت تجربة بسيطة جدا، معقدة جدا في نفس الوقت، ولكن هذه قيمة الحوار. إذا كنت تريد أن تكون داعيا عليك أن تشعل الشموع، لعل الله سبحانه وتعالى سرا في خلقه لا تعرف. دانيال لونس مثلا، دانيال لونس صديقي فرنسي، كاتب فيلسوف وشاعر، وتخرج من الولايات المتحدة ودرس الآداب، معلم أعتقد الآن دان سابعة أو ثامنة في الأيكيدو، وإن شاء الله تلتقونه أيضا في فرنسا، وبيني وبينه صداقة متينة إلى اليوم، وهو مسيحي، لكن لم نتكلم يوما في المسيحي، نتكلم دائما فيما يجمعنا، ويقول لي أخي وأقول له أنت أخي. وأختم بصديق لي في الشام، وكان مسؤولا عاليا في الدولة، مسؤول عالي جدا، يعني رفيع في الجيش بمستوى عالي للغاية، جيش والاستخبارات. المهم هذا الصديق شفاه الله، لأنه أصيب في حرب تحرير دوما، وكان قريبا مني جدا، وكنا نسمع موسيقى كيتارو، وكنا نسمع لياني، وكنا نأخذ السيارة ونمضي في دمشق ونسمع تلك الموسيقى العجيبة، وكان يتكلم 9 لغات، وكنا أصدقاء للمفتي وللمشايخ، وكان يحب الإمام علي حبا عجيبا، يحب النبي محمد حبا غريبا، ويحضر الجمعة. ولكن مرة كنا في أطراف حوار وقال: صحيح أنا مسيحي، ولكن فاستوقفته، قلت له: ماذا تقول؟ ماذا تقول؟ قال: أنا مسيحي، أنت لا تعرف أني مسيحي؟ قلت: والله إني لم أعرف يوما منذ صدقتك لعامين تقريبا أنك مسيحي. يا أخي أنت تحب النبي محمد وتحفظ القرآن وتدافع عن سيدنا علي، تدافع عن الدين، والله إنك مسلم أكثر من عدد كبير من المسلمين. هذا الرجل شفاه الله، هو حبيبي وأخي، لذلك أقول أن الحوار يصنع الأعاجيب. وما بلغنا هذا المستوى حتى حاورنا رؤساء دول وجلسنا معهم وجلسناهم، إلا لعلمهم أننا إذا حاورنا أخلصنا في الحوار، لم نكذب يوما على أحد، لم ننصحهم خائفين منه ولا طامعين فيه. ولا أبالي شخصيا كنت جلست مع فقير أو جلست مع رئيس بلاد